إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن من العبادات القلبية التي تدخل تحت شعار حديث القلب عبادة الحياء فإن الحياء خلق نفسي صادر من القلب فيه معنى يجعل الإنسان يبتعد عما لا يليق به من الأفعال والصفات ونحو ذلك والحياء شعبة من شعب الإيمان كما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا من الأنصار ينصح أخاه في الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء خير كله أو قال فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير ومن هنا يستحي الإنسان من الله عز وجل أن يراه فيما لا يليق به من الأفعال والأقوال والمواطن ويستحي من عباد الله فلا يقدم على الموطن الذي يستحي فيه من الخلق ويحب أن لا ينسب إلى ذلك الموطن يتقرب بذلك لله جل وعلا الحياء يجعل الإنسان يبتعد عما لا يليق به قد يكون حياء في الأمور الأخلاقية قد يكون في الأمور المالية وقد يكون في غيرها من الأخبار التي تنقل إلى الإنسان والحياء لا يأتي إلا بخير الحياء خير كله ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق الفاضل خلق الحياء ويجعله شعرا له في كل أموره في قليلها وكثيرها فيستحي من الله ألا يراه في موطن قد نهاه عنه ويستحي من الخلق بأن لا يروا منه ما يستقبح من الأقوال والأفعال والأخلاق بل يكون على خير الأمور وأكملها وأتمها حتى يكون بذلك ممن قاده حياؤه إلى أن يكون من أهل الخير والصلاح فيكون بذلك من الفائزين دنيا وآخرة إن بعض الناس يقصر حياؤه على الخلق وبالتالي لا يستحي من الله ومن ثم يكون ممن خالف نهج ما جاءت به الشريعة وبعض الناس إنما يستحي من الناس من أجل الأمور الدنيوية التي تكون عندهم بالتالي على الإنسان أن يخشى من أن يكون حياؤه للدنيا فيكون بذلك ممن أضاع أجره وثوابه لأن من شروط نيل الأجر والثواب أن يكون الإنسان مطيعا لله حسن القصد والنية بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
يشركون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.